تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بودواو لأمن ولاية بومرداس تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو من الإطاحة بعصابة أشرار يقومون ببيع أجهزة حساسة بطرق غير شرعية، حيث تمت العملية بناء على معلومات ساهمت في إلقاء القبض على 9 أشخاص مع حجز 612 وحدة من هذه الأجهزة تتمثل في 344 إشارة صوتية وضوئية، 102 غطاء إشارات ضوئية، 46 مصباح مضيء، 35 حامل إشارات ضوئية، 85 محرك إشارات ضوئية، أين تم تحويل الأطراف المشتبه فيهم للتحقيق معهم في القضية.